هذه المدرسة الابتدائية شمال العاصمة الإيرانية طهران، واحدة من آلاف المدارس في البلاد، استأنفت الدراسة حضوريا بعد توقف دام 21 شهرا منذ تفشي كورونا، لكنها دراسة مصحوبة بمراعاة سلسلة من البروتوكولات الصحية، قيود لم تقلل من حماس هؤلاء. كنت أتعلم عبر الدراسة أونلاين، لكنني أحب أجواء المدرسة كثيرا. اشتقت إلى اللعب مع أصدقائي وإلى أن أكون موجودا معهم والتواصل مع معلمتي عن قرب. تبذل هذه المعلمة جهدا لتعليم النطق الصحيح للحروف وكتابتها، لكن زميلتها في المدرسة ذاتها تبذل جهدا مضاعفة، فهي تواصل تعليم مجموعة أخرى من الطلاب عن بعد. قسمنا طلاب المدرسة إلى 4 أو 5 مجموعات يحضرون هنا بالتناوب وفق جدول زمني محدد، لذلك فإن معظم الوقت لا يزال للدراسة عن بعد حتى إشعار آخر. تدابير وقائية قد تستمر لفترة طويلة، وتستمر معها معاناة أولياء الأمور. يساورني القلق من وجود ابني في المدرسة مع انتشار الجائحة، لكنني سأكون قلقة أيضا إن لم يواصل دراسته بالحضور المباشر. ورغم تطعيم أكثر من 80% من الإيرانيين بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكورونا، تحذر الجهات المعنية من التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والدخول في موجة أخرى من الجائحة. لم تفتح أبواب المدارس والجامعات والملاعب ومرافق حيوية أخرى إلا بعد بلوغ عدد اللقاحات المستخدمة ضد كورونا حاجز 100 مليون. حملة تطعيم واسعة ساهمت في خفض الوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس من 700 إلى نحو 100 حالة. أحمد البحراني، طهران، الميادين.